السيدات والسادة أهلا بكم إلى نبض البلد، يقدمه مهند بيضي. قرعت الحكومة بطريقة أو بأخرى طبول الحرب على الغش في امتحانات الثانوية العامة في إجراء انتظره الأردنيون منذ عقود، يبحث عن العدالة والمساواة في الامتحان الوطني الأول والأهم على مستوى الدولة الأردنية. فواجهت وزارة التربية والتعليم مختلف أنواع الغش، الكلاسيكية منها أو المتطورة داخل قاعات الامتحان، بينما سعت وزارة الداخلية جاهدة إلى ضبط تسهيل عمليات الغش خارج أسوار القاعات، وذلك حسب ما أعلنت الحكومة في خطوة لاقت استحسانا شعبيا مع التشكيك بعض الأحيان بحجج النجاح المتوقع بهذه المعركة، وباستفهامات وأسئلة متعددة عن دقة التستر وراء الحماية الأمنية لمراقبة الامتحان أو الاستعانة بمؤسسات وطنية مثل ديوان المحاسبة، وهو ما كتب عنه الزميل نظام منصور في صحيفة الغد اليوم بعنوان التوجيه تحت دراسة أو تحت حراسة الأمن، حيث قال: حين أقول أن التوجيه تحت حراسة الأمن فأنا لست معارضا لتأمين قاعات الامتحان ومنع الغش وحماية المعلمين، فالتساهل والانصياع لضغوط الشارع يخل بمبدأ العدالة بين الطلبة ويقوي البلطجة والاستقواء على سيادة القانون، ولذلك أقف في صف وزير التربية والتعليم في استعادة الوجه المشرق لمسيرتنا العلمية. من هنا ومن هذا الواقع فإننا نناقش الليلة ثقافة الغش، هل هي حقا عملية مؤسسية موجهة تخضع لتوجيه من مختلف الأطياف في المجتمع؟ هل هناك مافيات التوجيه تتحكم به وتغذي التستر على عمليات الغش والتمرد على الرقابة؟ هل هناك مكتسبات البعض تحققت؟ بما من يتحمل المسؤولية في هذا الأمر؟ والأهم، ما هي الحلول؟ هل تقوم وزارة التربية والتعليم بهذا الاتجاه بحملة ناجحة؟ نستضيف كل منا: الأستاذ رشاد داود، رئيس أو مدير تحرير جريدة الدستور، والدكتور حسين محادين، الخبير في علم الاجتماع، والدكتور فواز جرادات، أمين عام وزارة التربية والتعليم الأسبق. نتابع الحوار بعد الفاصل، ابدأوا معنا. أرحب بكم أعزائي المشاهدين في مستهل هذا النقاش. مرحبا بك دكتور فواز. أهلا أستاذ رشاد. دكتور حسين، مساء الخير. دكتور حسين محادين، كأستاذ علم اجتماع، ملاحظتك على الجو العام الذي أحيطت به عملية امتحان الثانوية هذه المرة، حشود ونوعا ما يعني مواقف مسبقة كانت، وتلويح من الوزارة بأقصى العقوبات، وهناك موقفين اليوم أكثر من 93 شخص دخلوا أخلوا بالأمن التوجيهي، هناك حرمان أكثر من 2100 طالب، هناك قاعات نقلت، يعني ما هي ملاحظتك بشكل عام على هذه السلوكيات كأستاذ المجتمع؟ بداية مساء الخير. سلام. أنا أميل أن أبدأ بالحديث عن خلفية ما وصلنا إليه من مثل هذه السلوكيات، وأقول أننا منذ منتصف التسعينيات ومنذ أن شرع الأردن في مشروعات الخصخصة وفي ظل غياب الاقتصاد الاجتماعي أصبحت المنظومة القيمية في المجتمع الأردني بحاجة إلى قراءة وقراءة واخزة. مكمن هذا الكلام أنه أصبح في العرف الاجتماعي السائد ليس بالضرورة أن تبذل جهدا ما للحصول على نتيجة، فبغياب هذا الجهد ووصول البعض إلى مواقع متقدمة في اختصاصه أو في مكانه أو في عمل الإداري شجع مثل هذه الممارسات. واحد. اثنين، وجود رغبة مطلقة وتضخيم لموضوع الثانوية العامة من قبل الأهل ومن قبل الإعلام ومن قبل الدولة الأردنية بالمجمل ساعد الناس على أن يلجأوا إلى هدف سامي بوسائل ليست شرعية. البعد الثالث الذي يمكن قوله أن غياب القانون، وهذا ليس في عهد هذه الحكومة بهذا الخصوص بالذات، قد شجع كثير من الممارسات وأسسها. هذه المصالح التي تلاقت جميعاً أنجبت لدينا وسائل ومؤسسات تسوق الأسئلة وتتابعها، وبدأ الأردن في الآونة الأخيرة وكأننا في حرب قائمة على الجريمة الإلكترونية. عظيم. من هنا لابد من القول أنني كنت أتمنى ألا يصل
تضخيم الثانوية العامة في هذه الدورة إلى المستوى الذي وصل إليه، رغم إقرارنا بأهمية أن يكون القانون حاضر وفاعل، لكن نقول بالمجمل أن مجموعة العوامل التي يمر بها المجتمع جعل وصوغ لأغلبنا أهل بيئة، قوانين، حكومة ووزارة التربية مثل هذه الممارسات التي نعاني منها. وخطورة هذه الممارسات أنها تمس مورد أساس ومعنى اعتباري بالنسبة للأردنيين، وهي الموارد البشرية المتعلمة ومنها الثانوي. شكرا دكتور حسين. دكتور فواز، يعني سمعت وجهة النظر، هناك تحطيم وزارة التربية والتعليم والعمل الوطني فيها منذ أن بدأت الخصخصة، هناك هدف سامي تقوم به الوزارة اليوم لكن بوسائل غير شرعية، غياب القانون، هناك من يرى أن الدولة منذ عاصفة الثلج إلى معركة التوجيه ثبت سقوط بنيتها الإدارية وترحل الجهاز الحكومي، وهذا ما صرح به رئيس الوزراء خلال اليومين الأخيرين، ماذا تقول؟ شكرا لك أخي الكريم. في الواقع لا يمكن يعني أنه إذا بدنا ندرس قضية التوجيه لا نستطيع أن ندرسها فقط بمعزل عن الدورات، هذه الدورة بمعزل عن الدورات السابقة. نعم، يعني الدورات السابقة أيضا كان فيها يعني غش في امتحان التوجيه، وكانت فيها نفس الإجراءات والأساليب الآن اللي تتبع في الغش. الجديد فقط في هذه الدورة ما يميزها عن الدورات الثانية اللي هو فعلا صار يعني حشود، يعني وصار في خلينا نسميه تعاون من جهات أخرى وطنية لدعم جهود وزارة التربية والتعليم في الحفاظ على هذا الامتحان وتحقيق العدالة المرجوة منه. فلا يمكن أن نعزي ما يحدث الآن إلى حكومة بعينها أو ظرف آني بعينه، إنما هي مشكلة يعني أصبحت يعني تؤرق وزارة التربية والتعليم وتؤرق المجتمع الأردني، وكاد تكون يعني هذه المشكلة يعني ظاهرة لها نتائج سلبية تؤثر على منظومة القيم الاجتماعية، بل أصبحت منظومة القيم الاجتماعية الآن في وضع تساؤل في هذا الجانب. وإذا بندرس قضية الغش في الامتحان الثانوي العامة لا يمكن يعني ندرسها بمعزل عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. فالوضع العام يعني الاجتماعي والاقتصادي في البلد هو قد يفسر كثير من هذه الظاهرة وأسبابها والعوامل التي تؤثر فيها وما إلى ذلك. فالغش في امتحان الثانوي العام أصبح للأسف في الوقت الحالي يعني مطلب اجتماعي يلقى الدعم ويلقى التعزيز، وهناك في خطط وهناك منفذين وهناك تمويل لعملية الغش. فأصبح نتحدث الآن عن مأسسة عملية الغش، هناك مختصين يقوموا بزرع اللواقط في أذن الطالب، هناك أشخاص يقوموا بحل هذه المسائل، وهناك الأسرة التي تدعم تقر بهذا الأسلوب بهذا النمط تقر وترحب فيه وتحبذه. وهذا طبعا شيء يعني غريب، أنه من القيم الغريبة على هذا المجتمع. فمن هون أصاب يعني منظومة القيم عندنا في الأردن أصبح فيها خلل للأسباب اللي ذكرت لك إياها، إنه تشجيع الغش والترحب فيه وتمويله ودعمه وما إلى ذلك. عظيم. ربما هذا ما نسأل عنه الدكتور حسين محادين وهو مختص في موضوع القيم في المجتمع الأردني. أستاذ رشاد أبو داود، في الدستور كتبت حول هذا الموضوع أنت مقالة ولمس، الحديث حول الغش ودور الإعلام، الوزارة في مؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم طالب الإعلام بعدم التهويل، طالب الإعلام بيكون عونا للوزارة في حملتها المنشودة للقضاء على الغش أو اجتثاث هذه الحالات أو هذه العادات والسلوكيات الغير الحميدة. كيف يتعامل الإعلام وربما في تغطيات اليوم بكل الصحافة الأردنية في الدستور بشكل خاص في الغد في الرأي والعرب اليوم، ما هي يعني حجم التغطيات تقوم فيها، ما هي ملاحظات تأتيكم من الأطراف ومستوى الرضا الشعبي على هذا الموضوع؟ نعم، حقيقة الإعلام بكل فئاته كان بيغطي وغطى منيح قضية التوجيهي باعتبارها القضية الآن المطروحة على الساحة المحلية،
وطبعا كل جريدة أو كل جهاز إعلامي غطى بالطريقة اللي بتناسبه. إحنا بالدستور حقيقة بجوز لاحظته إحنا غطينا بشكل وافي وأجانا تقارير كان جينا تقارير من كل المحافظات ومن تقريبا من كل القاعات اللي سماها نقابة المعلمين البؤر الساخنة. فغطينا بشكل كامل وحقيقة الجريدة كلها اشتغلت في الموضوع بما فيهم أو في مقدمتهم الأخ محمد التل رئيس التحرير وأنا والزملاء مدراء التحرير كله كان قضية ولكن كنا نغطيها إحنا مش من باب الإثارة ولكن من باب حقيقة الإحساس الوطني والإحساس الوطني هذا ومش مجاملة بحكي لأنه هي قضية خطيرة. هون بدي أدخل بس على 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 موضوع قضية التوجيه. إحنا الآن نتعامل أو وكأننا في حرب حرب داخلية وتسمع الآن مفردات مؤلمة تقول هيبة التوجيه بتقول مؤسسة التوجيه بتقول حضرتك استخدمت ثقافة الغش هذه كلها أشياء دخيلة على المجتمع الأردني. وفي مقالي أنا قارنت لما كنا إحنا نقدم توجيه كيف كان له قدسية وكان له احترامه وكان له هيبته وكان اللي يروح يقدم الامتحان على طول ما في يعني قضية الغش كانت شغلة شكلية واللي كان يغش كان يعني يعتبروه واحد يقولوا هامل عنه. هلأ الموضوع كله صار وكأنه الأساس هو الغش. صح في أجهزة إعلام أو في وسائل إعلام بهمها الإثارة تركز على الشيء هذا لكن هو حقيقة واقعة في غش في قاعات امتحان يجرى فيها الامتحان بحراسة الدرك بحراسة الشرطة وهذا حقيقة شيء يؤسف له. طيب يعني هذا ما خلص إليه الأستاذ رشاد دكتور حسين محادين. هناك رعاة للغش هناك قيم زي ما تفضل دكتور جرادات تغيرت في المجتمع الأردني. هل المسألة مسألة قيم تغيرت؟ هل الأهل يقروا أولادهم في هذا الموضوع وبالتالي الأولاد ما بحطوا بروح عند الطبيب بحطوا السماعات أو بشتروا ما هو من جيبة الأب ورب الأسرة؟ يعني إلى أي مدى المسألة أيضا مرتبطة ليس فقط في مسألة الخصخصة وقرارات حكومية إنما أيضا مرتبطة بتحولات في المجتمع؟ من ناحية إجرائية ما يشهد المجتمع الأردني هو سيادة ثقافة الرقم وبغض النظر عن مشروعية الرقم وأقصد في الرقم هنا أن لدي هدف في سبيل تحقيقه أدفع مبالغ للحصول عليه. الانتخابات نموذج لماذا فقط الثانوية ولدينا ثقافة الرقم المتعلقة في التكنولوجيا ولدينا ثقافة الرقم التي أقرت حرية السوق الجشع التي لم تحدد أو لم تحدد بأسس قانوني تضبط ما هو المسموح في وما هو المنهي عنه. عمليا أصبحنا جميعا شركاء في هذا الموضوع حتى الحكومة بالمحصلة جراء تكرار مثل هذه الممارسات ووصولنا إلى هذه الحالة من الاستفحال في هذه المشكلة عمليا نحن ندفع ثمن ما بنيناه بشكل أو بآخر. الآن ما الذي يجري في الثانوية العامة؟ يجري في الثانوية العامة أن هناك سلوكا مقبولا ويشبع مصالحنا جميعا أفرادا أسرا سوقا ومروجين لهذا الكلام. هل يمكن أن يطفى هذا السلوك؟ نعم عندما يتم اتخاذ قرار حاسم وقرار سياسي حاسم أنه من غير المسموح على الإطلاق استمرار هذا الذي يؤثر على الاقتصاد وعلى السمعة الاعتبارية للمجتمع الأردني وخريجيها. لدينا مئات أو عشرات الآلاف من المدرسين والتدريسيين والطلبة يدرسون برا وداخل الأردن وخارج الأردن وأعتقد أن رصيدنا الاعتباري في العملية التعليمية ومخرجاتها مهم جدا نحافظ عليه لا يقل أهمية عن المحافظة على اقتصادنا الوطني بالدرجة الأولى ولا يقل أهمية عن مدافعتنا جميعا ومطالبتنا بعودة هيبة القانون. الناس الذين يمارسون هذه الممارسات غدوا معروفين للحكومة هناك إجراءات نقدرها ونثمنها لكن مطلوب من كل أطراف العملية التعليمية والتربوية الأهل الإعلام الحكومة المواطن الطالب والمدارس وإلى آخره كلها أن تتضافر لقناعة أن السلوك غير الشرعي لن يفضي إلى نتائج شرعية
حتى وإن تطاول كما هو الحال الآن، وندفع ثمن هذا الكلام من سنوات في مدخلات الجامعات الأردنية بأشكال مختلفة. وفي نتائج الثانوية اللي السنة هاي كان عندنا حوالي فوق 3000 طالب، معدلهم فوق 95، وهذا انعكس على التنافس في الطب والهندسة المدنية وغيرها. شكرا لك دكتور حدين. أستاذ دكتور فواز، يعني هناك من يرى بأن الغش أصبح حالة مؤسسية في الأردن في مواجهة زي ما تفضل دكتور حسين حدين العودة للقانون وهيبة القانون، هل فعلا الغش له مؤسسة ترعاه من التجار والمقاولين والمسربين والمزارعي اللواقط وغيرها؟ نعم هذا صحيح، يعني للأسف أنه الغش في توجيهي أصبح مؤسسي، يعني هناك من يروج له، في هناك بعض المراكز الثقافية، بعض المعلمين، هناك من يبتاع اللواقط يستوردها ومن ثم يبيعها، هناك من يزرعها، وكما تحدث سابقا هناك من يحل الأسئلة للطلاب ويلقنهم من خلال أجهزة الهاتف أو اللواقط إلى آخره. فأصبحت القضية قضية أنا بعتبرها مخطط لها، إلها خطة وفي ناس ينفذوا هذه الخطة اللي هو خطة للغش، وهناك منفذين وهناك أيضا للأسف ممولين. بالنسبة للتشريعات وال يعني ذكر الدكتور حسين، التشريعات جيدة ورادعة، لكن للأسف هي تطبيقها والإجراءات أيضا تطبيقها غير كافي، يعني لا تطبق بشكل صحيح، وعدم تطبيقها إجراءات امتحان الثانوية العامة قد يعود السبب أنه كان الأستاذ وما زال المعلم المراقب أو رئيس القاعة كان يهدد، يعني يهدد في جسمه، يهدد في عائلته، يهدد في ويضرب أيضا، وإحنا سمعنا عن حالات أنه يعني أفرج، يعني أصبحوا يحتجزوا المراقبين لساعات طويلة داخل المدارس. صحيح. وأيضا في للأسف بامتحان توجيهي صار متطوعين، يعني في ناس ما لهم مش علاقة، تجد إنه في ناس ما له علاقة، ما في له أخ أو ابن أو بهذه القاعة، ولكن تطوع لأنه زي ما ميسر وداعم لعملية الغش، لأنه صارت للأسف يعني الغش في الامتحان صار عمل يعني بطولي وعمل مرغوب وعمل مطلوب. طبعا هاي هي للأسف، يعني طبعا لا أعمم أنا، هاي للأسف هي الثقافة اللي أصبحت سائدة، والطالب طيب. ما بغش صار يعني يلام، ليش ما غشيت، يعني لو إذا ما عرفش سؤال بقول ليش ما حكيت مع زميلك أو ليش ما نقلته عن زميلك، صار يلام من زملائه، صار يلام من البيت، صار يلام حتى من الجهات أخرى. شكرا لك. معنا اتصال هاتفي الأستاذ أحمد الصعوب رئيس فرع نقابة المعلمين في محافظة الكرك. مساء الخير أستاذ أحمد. ألو مساء الخير أستاذ أحمد. مساء الخير. مساء الخير دكتور، الله يسلمك. إذا سمحت تضعنا بصورة أحوال التوجيه في الكركل، هي في نفس السياق الذي كانت جرت فيه العام الماضي؟ هل هي أقل من حيث محاولات الغش؟ هل الضبط متوفر للقاعات؟ شكرا دكتور. أول شيء أتوجه بالتحية والسلام لضيوفك الكرام، وأتقدم بشكر إلى قناة رؤيا الكريمة التي تتواصل مع نبض الشارع وتعرض جموع مشاكلها وهموم الناس لعل من يسمعها ويقف لحلها. دكتور وأنت صاحب القلم الجريء واللسان النظيف، أقول بصفتي كمواطن وكمعلم وكرئيس لنقابة المعلمين أن الوضع في خطر، ونقابة المعلمين في الكرك تحمل الحكومة والجهات الرسمية مسؤولية أمن وسلامة وتوفير الحماية للمعلمين وللطلاب ولنظام التوجيه بالأردن، ونعلم الجميع بأن ثروة من ثروات الوطن اسمها الثانوية العامة لن نسمح لأي أحد بأن يسرقها من أبناء الوطن. أيضا أتوجه عن طريقكم لزملائنا في الكرك، وللأسف حتى هذه في بداية الكلام حتى أبين لك، أتوجه إلى الزملاء في القاعات التي تحدث بها الفوضى والاعتداءات وإطلاق الرصاص للأسف في بعض القاعات، أن لا يتوجهوا إلى تلك القاعات حتى تقوم الحكومة والجهات المختصة بحمايتهم وتوفير الأمن والحماية لهم. طيب. أستاذ أحمد إذا سمحت لي، يعني هل معنى هذا أنه لا يوجد حماية للمراقبين؟ للأسف سيدي توجهت بالاتصال مع محافظ الكرك وأجابني نائب المحافظ، كان توجيه قوات
حماية للمعلمين في بلدة في عنا في الكراك، أول قوة، ثاني قوة، الثالثة حتى تجاوب معها الناس واستطاعوا أن يخرجوا المعلمين من قاعة الامتحان للأسف، وسيارات ترافق، سيارات الشرطة ترافق باص المعلمين، لكن للأسف أيضا هنالك من يهدد، 7 أشخاص للأسف معروفين أمام الجهات الأمنية للآن لم يعتقلوا وهم يطلقون الرصاص على المعلمين، أين الجهات الأمنية؟ طيب ما هو أستاذ أحمد يعني اسمح لي نعم أنت نعم. تقول بأنه تم إرسال 3 دوريات أو 3 قوات أو 3 مرات تم إرسال قوات لأحد المدارس في أحد القرى، وفي المرة نعم. الثالثة يعني بعد التي ولتي حتى استجاب الناس لهم في المرة الثالثة. صحيح. طب ما هو المطلوب إذا يعني إذا أنت تحمل الحكومة والوزارة مسؤولية أمن المعلمين أو المراقبين، ما المطلوب؟ ما هو دور المجتمع أيضا بهذا الجانب؟ نعم نعم أحسنت دكتور. سيدي العزيز، الإجراء الذي قام به الدكتور محمد الذنيبات إجراء شريف وأقول جديد وغير مسبوق في لضبط الثانوية العامة، لأن هنالك مثل ما قال الأستاذ على الشاشة الكريمة أن هنالك جهات تريد أن تعبث بنظام التوجيه والثانوية العامة، هنالك تجار يريدون أن يتاجروا بالأسئلة، هنالك تجار يريدون أن يضيعوا الأجيال وأن يعبثوا بالقيم الموجودة في الأردن. نقول نقابة المعلمين تشد على يد وزير التربية والتعليم وتستنصح وتطلب من رئيس الوزراء أن يرفض ويساعد وزير التربية والتعليم حتى يكون الإجراء قوي وشديد وصارم. لا يجوز أن يأتي أمر للجهات الأمنية بأنه فقط إطلاق غاز الدموع للتفريق للتظاهر أو الناس اللي يهجموا على المعلمين. نريد إجراء صارم وقوي، أن يكون هنالك محاكم تحاكم هؤلاء الذين يعتدون على المعلمين وعلى الطلبة وعلى نظام التوجيه الثانوي العام في الأردن. طيب طيب هذا طلب واضح. أستاذ أحمد، هل الوضع، حجم الوضع، خروقات التوجيه في رأيك هذا العام مساوي للعام الماضي؟ هل هو أقل؟ هل يعني في نتائج للجدية كما وصفت أن هناك إجراء جيد هذه السنة وإجراء شريف كما وصفته من قبل وزير التربية والتعليم؟ هل الإجراء حد من نسبة العبث والمروق على الثانوية العامة؟ سيد العزيز، النوايا مثل ما بقوله بيت القرايا منخبي سرايا. للآن للأسف للآن عندنا في قصة إجراء التثبيت وإجراء الإجراءات الحقيقية الصارمة لم تر النور حقيقة على أرض الواقع. السنة الماضية لم يكن هنالك إطلاق رصاص على قاعة الثانوية العامة للأسف، في هذه المرحلة أو في هذا الوقت يكون هنالك إجراء إطلاق رصاص. نقول بأن المجتمع يجب أن ينتبه، شيوخ العشائر في مناطقنا يجب أن ينتبهوا، أباء الأبناء والطلبة الذين يستحقوا أن يكونوا في الدرجة الأولى لا الذين يصلون عن طريق الغش، أيضا الجهات المختصة من جهات أمنية وغيرها يجب أن يكون هنالك ميثاق وطني حقيقي، إذا تكون نقابة المعلمين صاحبة يد قوية فيه ووزارة التربية والتعليم تكون صاحبة يد قوية فيه لحماية أبنائنا. الثانوية في خطر، ثروة الأردن في خطر، لأن الثروة الحقيقية في وطني هي الطالب الذي يبني البلد. شكرا لك أستاذ أحمد صعوب رئيس فرع نقابة المعلمين في محافظة الكرك. أعود هنا أستاذ رشاد، يعني البعض ينتقد وجود تعزيزات أمنية، بقول لك عسكرته التوجيهي الناس ما بصير، والأستاذ هون أحمد صعوب طالب تعزيزات أمنية بقول 3 مرات مودي الحكومة أو نائب المحافظ لمنطقة ما حتى استجابوا فيها المرة الثالثة. هناك من ينتقد وهناك من يطلب وهناك من ينشد الحماية، يعني وأنت في الإعلام يعني يأتيكم من المحافظات تقارير حول هذه الموضوعات، كيف للحكومة أن تخرج بقسمة عادلة في هذا الاتجاه؟ يعني حتى نكون عادلين، احنا أول ما أجانا الخبر مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم مع وزير الداخلية، وهذا شيء يعني نادر حصول أنه عند امتحان يجي وزير الداخلية يحكي، معنى ذلك أنه في جدية في التعامل مع أو الاستعداد لقضية الغش، لأن القضية مش يعني ما مش مفاجئة، صار السنة الماضية واللي قبلها وهيك. والحكومة والوزير الداخلية بعت قوات الأمن حول المدارس، وزير التربية دار عمل جولات على كل المدارس. إذا أنا بدي أطلب من الحكومة أو من الوزير أنه يحد من قضية الغش، طب بأي طريقة بده يغش؟ بده يحد أمام ناس بيقتحموا المدرسة، ناس بيضربوا على زجاج المدرسة، ناس يعني في سماعات الجامعة، يعني حقيقة أركان
خلينا نسميها تجاوز أركان الجريمة موجودة، يعني في معتدي في معه أسلحة سواء كانت حجر أو كانت أطلاق رصاص زي ما تفضل الأخ، في أركان الجريمة موجودة. يعني الداخلية أو التربية إيش بده يعمل أكثر من هيك؟ أنا برجع للنقطة الأساسية وهي الأهل، المجتمع. نحن حقيقة طبعا ما بعمم، نحن حقيقة الطالب هذا اللي بروح يغش، أو الأم اللي بتروح بتوقف على باب المدرسة حتى تغشش ابنها، أو اللي بيطلع بالسماعة عن سيارة كذا، هذا هو الأساس في المشكلة. الآن هذه المظاهر حقيقة بتسيء مش بس للمدرسة نفسها، هذا بتسيء للبلد كلها بشكل عام. والصحف الأجنبية، أنت تابعت أخ مهند، صاروا يركزوا على قضية أنه في امتحانات توجيهي في الأردن تحت حراسة الجيش، تحت عفوا الدرك، تحت حراسة الأمن. هذا شيء مسيء. الأساس المجتمع نفسه، والأساس الأهل، الدور اللي بوقع على التربية. بس نقطة أوضحها، حكيت لك قبل، ما التوجيهي أو التربية بشكل عام بلشت الأمور تصير ضعيفة من لما صار شيء اسمه نجاح تلقائي. صارت الولد يوصل للتوجيه بيصطدم بأنه مش بس توجيهي، يوصل ابتدائي بده يدخل إعدادي وهو ما بيعرفش يقرأ شغلة. هذا طبعا هاي نظريات غربية، احنا كثير بنجيب نظريات غربية وبنطبقها على مجتمعنا، هذه ما بتزبط مع مجتمعنا. انه ينجح تلقائي الولد يصير ثالث ابتدائي وبيعرفش، وكشف وزير التربيه صحيح عن ارقام مذهله 100,000 في المرحله من اول للثاني مذهله. انا بقول نرجع للتجديد على البيت، ناهل، يعني نعمل برامج للاهل، ناهلهم اذا هم مش مؤهلين او بعض الاهل ما بعمم. وبالنسبه للطفل الاساس بيبدا من لما يروح على الاول ابتدائي. عظيم. خلينا نشوف، شكرا لك استاذ شهاده، نشوف بعض التعليقات حول الموضوع عبر تويتر وغيرها. لماذا تفشت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة؟ سؤال عبر تويتر. في السنوات الخمس الأخيرة بشكل كبير، وأصبحت ظاهرة مميزة للتوجيه. مدلع عبر تويتر أيضا يقول شرط الحصول على أي وظيفة هي شهادة التوجيه، هو السبب وراء ثقافة الغش أكون أو لا أكون. رشدي يقول السؤال المهم، لماذا تجرأ المواطن على القانون وأصبح يضرب به عرض الحياة؟ هذه نتيجة حتمية للوضع الحالي. دكتورنا دكتور حسين محادين، يعني لماذا الناس يتمردون على سلطة القانون بهذا التوقيت؟ هل هي استمرارا لرفض كل ما يأتي من المركز في زمن الربيع العربي، باعتبار أن ما يأتي من العاصمة مرفوض الاصطياع له؟ هل هو مرفوض الاصطياع للقانون الذي يجسد بين قوسين السلطة المركزية بشكل عام؟ الآن في كل العالم هناك نظريتين للضبط الاجتماعي والقانوني، إما أن تكون ضبط داخلي بمعنى الضمير والأخلاق و السلوك والتربية والتنشئة والقيم وإلى آخره، وأما الضبط المرتبط في القانون وضغط خارجي. عمليا لنعترف أن الضبط الخارجي قد ضعف، والدليل على ذلك هو التطبيقات القانونية لدينا أصبحت مجاملة، وبالتالي البنية العقلية للإنسان العربي كلها تؤمن أن الضبط الخارجي هو الذي يكفل التزامه وامتثاله للقانون. لنعترف أن نتحدث هذه الليلة عن الثانوية العامة، ولدينا عناوين كثيرة يمكن نناقشها زي الثانوية العامة. أنا أتساءل بصوت عالي ومن هذا المنبر الطيب، دول الجوار كيف تتعامل مع الثانوية العامة؟ لماذا ليس لديهم مثل الذي يجري لدينا؟ دولة زي المملكة العربية السعودية، هذا واحد، أو الكويت، اثنين، أو سوريا. هل تميز بعض المدارس الخاصة في السنوات القبلية، مش هذه السنة، بمعدلات مرتفعة وثبات أن هناك شراء للأسئلة من قبل بعض الأشخاص؟ تم تسريب الأسئلة بأواسط تسريبات. ولذلك هل نحن مقبلون على القول أن كل القطاع العام والتعليم العام بحاجة إلى أن نتخلى عنه لصالح القطاع الخاص؟ دكتور حسين، حتى نكون دقيقين، بأواسط التسعينيات أظن تم تسريب أسئلة، وكانت فضيحة كبرى، يومها لم يحاسب أحد. ولذلك نتساءل، هل نحن باتجاه إلغاء الثانوية العامة ونحتاج لهذه العملية كلياتها، أم أننا جادون وعندما نكون جادين في هذا الموضوع يطبق القانون بوضوح؟ كل الجرائم التي تحدث في الأردن على قلتها يعرف الذين قاموا بها. لماذا الثانوية العامة بهذا الشكل؟ لماذا يصمت عن الثانوية العامة؟ الثانوية العامة جزء من منظومة يراد فيها تفتيت البنية الاجتماعية، وخطورة الثانوية العامة أنها تصل كل أسرة، ونحن مقبلون على إعادة ترتيب
مجتمعي تعليمي كي نلتحم بصورة أكثر تبعية إلى النظام الرأسمالي، النظام العولمي والتبعية الاقتصادية. ثبت في السنوات الطويلة أن كل المجتمعات التي أرادت تنهض، تجربة اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، عادت إلى التعليم. لماذا نحن لا نعود إلى التعليم؟ وباقي نقطة أخيرة، من هو المعلم الذي يمكن أن يؤمن أنه قادر على تقويم سلوك طالب وهو بالأمس كان يبحث عن كفيل له في المحكمة بحجة أن ولي الأمر قد هدد هذا المدرس، أو أن المدرس تعامل بنوع من الحرص الزائد مع تلميذه؟ علينا أن نقول أن فكرة تغريب التعليم وستريشن في الأردن هي من أخطر ما يواجه بنية المجتمع الأردني إذا بقيت الأمور على عواهنها. نحن جزء من هذا العالم لا شك في ذلك، نحن منفتحون على العالم، نحبذ ذلك. ولذلك نتساءل النسب التي تفضل فيها معالي وزير التربية والتعليم، والمشكلة الأخرى التي لم يسلط الضوء عليها، كنا فرحين قبل سنوات أن يأتي إلى كل مدارس المملكة أجهزة حاسوب، تبين لدينا أن لدينا آلاف الأجهزة معطلة ولم يسأل من المعني، ونحن الآن ندفع ثمن إدخال التكنولوجيا المنفتح أو غير المنضبط. والتقف الحكومة وبما فيها وزارة التربية والتعليم عاجزة عن ضبط هذا الكلام. النقطة الأخيرة التي أود أن أقولها، أننا معنيون جميعا إذا أردنا أن يكون لنا حصة في هذا العصر أن نعيد الاعتبار إلى التعليم تحت مظلة القانون، وأن نكون جادين فعلا بأن نستفيد من تجارب دول العالم. والسؤال الأخير، أليس هناك وسيلة معيارية بديلة عن الثانوية العامة كي نخلص من هذه الأزمة المجتمعية؟ هذا ما تساءل عنه الزميل علاء أبو زيني في مقالته اليوم بالغد بقوله يعني الحداد لم يصنع القالب التوجيهي، وبالتالي لم يكسر بعده ولم يكن هناك بديل آخر. حقوله بعد الفاصل المزيد من الأسئلة والنقاش، ابقوا معنا. أعود أعزائي المشاهدين إليكم في حوارنا مرة أخرى. دكتور فواز شيرات، فواز جرادات عفوا، هل أنت مع عسكرة التوجيهي بالصيغة التي سمعتها؟ هناك من يطلب إرسال 3 مرات قوة عسكرية والناس يستجيبوا المرة الثالثة، وفي بعض بيقول نعم، وفي بعض بينتقد سلوك الوزارة بهذا الاتجاه. هل أنت مع إشراك ديوان المحاسبة بالنقابة، وإلا كان ممكن مع في التوجيهي، وإلا كان ممكن النقابة تقوم بهذا الأمر بدل ديوان المحاسبة كتأخذ مسؤولية؟ أسئلة الدكتور حسين حول موضوع القانون والحوسبة والفشل وعدم وجود بديل حقيقي للتوجيهي، والدول اللي جنبنا كيف تمتحن في الثانوية؟ ما فيش يعني إلا إحنا عندنا هذه مشكلة صارت تؤرق هالبلد. نعم يا سيدي، قضية التوجيهي والغش في التوجيهي أصبحت لا تهم فقط وزارة التربية والتعليم، قضية اجتماعية تهم كل المؤسسات، تهم الجامعات وتهم كل المؤسسات الأخرى. وبالتالي حل هذه الإشكالية وهذه المشكلة لا يتم إلا بتعاون وتضافر الجهود المجتمعية ومنها المؤسسات الوطنية اللي أنت ذكرتها. يعني لا نستطيع وزارة التربية والتعليم لوحدها لن تستطيع محاذاة التغول وحد الاعتداءات على المعلمين واحتجازهم وضربهم وتهديدهم إلى آخره، لا تستطيع لوحدها أن تقوم بهذا العمل. لابد أن يكون هناك دعم وتعاون ومساعدة من جهات أخرى، ليس فقط الأمن ولا ديوان المحاسبة، إنما في مؤسسات أخرى تستطيع أن تقدم المساعدة للوزارة للنجاح في هذا العمل. وهنا أنا بدعو إنه وزارة التربية والتعليم إنها فعلاً يعني تعمل يعني مؤتمر وطني تدعو إلى كافة الجهات لمناقشة هذا الموضوع. في كثير ناس اجتهدوا حول هذا الموضوع. الدكتور وليد المعاني كان عنده رأي في هذا الموضوع لما كان وزير التربية والتعليم. السنة هذه ألغوا الإدارة المعلوماتية، يعني كل فرة سيدي يعني كل مرة بيقولوا بدنا يعني ما بصير في إجماع مجتمعي على هذه القرارات. شو إجماع يعني وطني؟ إجماع وطني على إيش؟ إجماع وطني على التوجيه. يعني أنت لما تحكي إنه شو في بدائل هذه مثل هذه للتوجيهي، هذا يجب أن تكون الجامعات طيب تحضر طيب مثل هذا تحضر هذا. أنا بدي أسألك، لأن واحد من البدائل إنه الجامعات هي تمتحن مباشرة، واحد من قبول يخلص الثانوي امتحان مدرسي. نعم يعني واحد. طب هل أنت مع العسكرة بهذا الاتجاه إنه يكون في قوة عسكرية أمام قاعات؟ أنا مش مع هذا الوضع الطالب، مش مع تخويف، مش مع تخويف، ولكن مع حماية امتحان الثانوي العامة وحماية المراقبين في هذا الامتحان ورؤساء القاعات. طيب أنت يعني في خبرتك، في ضوء خبرتك التربوية الطويلة دكتور فواز، يعني أحد وزراء التربية والتعليم السابقين سألني قال ليش في عندنا 6000 طالب
وأنا كتبت هذا اليوم أظن بالدستور 6000 طالب بيمتحنوا امتحان على الطريقة الأجنبية البريطاني والأمريكي في الأردن. هؤلاء لا يخترق امتحانهم ولا يحصل فيه غش ولا يحصل ما يحصل ثانويا عام يا سيدي. هذول نفس البيئة بيأكلوا معنا أولادنا بيشربوا مع أولادنا وعايشين في بعض الأحيان متجاورين. صحيح. هل بنية الامتحان هي طريقة الامتحان في بعض البرامج الأجنبية مثل السات 2 وغيرها يعني طريقة تقديمها تختلف عن طريقة تقديم امتحان الثانوي العامة. يعني هناك في فترات أكثر للطالب يسمح فيه التقدم لهذا الامتحان، وأيضا امتحانات يعني جزء منها كبير إلكتروني يعني، وتأتي الأسئلة عشوائية يعني لا يستطيع فيش حد يعني في بنك من الأسئلة، وتأتي الأسئلة لهذا الطالب اللي بيجلس على مختلف عن كل يعني بيعرفش فيها ولا حد يستطيع أن يتنبأ فيها إطلاقا، لأنه بيجي مثلا 10 أسئلة من 1000 سؤال أو 2000 سؤال عشوائي إلكترونية. وهي واحد من الحلول إنه بعض يعني بعض المباحث يصير فيه امتحان إلكتروني في بنك أسئلة كبير جدا، شايف كيف بيغطي كل المنهاج، وبيجلس الطالب على الجهاز بتيجي الأسئلة تختلف عن الأسئلة اللي بجنب، تختلف عن الأسئلة اللي جنبه، وتختلف عن كل الأسئلة الموجودة في 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 القاعة، ولا يستطيع أن يعرفها ولا تسرب، لا تستطيع. وأيضا لابد من التعامل مع الوقت، يعني ما بعطي أنا الوقت طويل، بعطي الوقت اللي بتستحقه حل هذه الأسئلة. يعني إذا وزن بالضبط يعني أحيانا الامتحانات هي امتحانات وقت أكثر من هي امتحانات تحصيلية أو قياس مهارات عقلية متعددة، في كثير بدائل بس احيانا الامكانيات طيب تحول دون ذلك. يعني الامتحانات الالكترونيه سهل، تستطيع ان تعمل بنك من الاسئله لكل مبحث من هذه المباحث، وتستطيع ان تؤسس لبنيه تحتيه، لكن تحتاج طيب الى يعني بعض الوقت. طيب وهذا كان ماشي في الوزاره يمكن يعني سيدي الان في كل محافظه في جامعه في كليات مجتمع بنعمل مختبرات حاسوب كبير، يعني بيختبروا في احد القاعات في الجامعه الاردنيه 1000 طالب بربع ساعة مرة واحدة على 1000 جهاز. الوزارة كانت ماشي فيه هذا الحق برنامج في إدارة الامتحانات ماشي فيه ل 2009 2010. لماذا ما بعرف ليش توقف؟ يعني كانت الوزارة تشتغل على وضع بنوك أسئلة ليس في التوجيه فقط، في كل الصفوف الدراسية. توقف هذا لمين؟ ليش توقف؟ ما بعرف. ما بتعرف. طيب ديوان المحاسبة كنت سألتك عن رقابة ديوان المحاسبة. نعم. أنت قلت مع تعاون المؤسسات الوطنية معها. نعم. لكن الرقابة تؤيد رقابة ديوان المحاسبة. أنا أؤيد بس ما هو لابد أنه أيضا يعني ديوان المحاسبة يراقب مين؟ يراقب الطلاب ولا يراقب رئيس القاعة أو يراقب المراقبين؟ في رئيس قاعة هو اللي براقب على المراقبين، وفي مدير تربية براقب على مزبوط. رئيس القاعة. لا يجوز أنه يعني تدخل جهة ثالثة هي تراقب على الإجراءات من حيث ضبطها جودتها سلامتها سلامتها إلى آخره. طيب. إنما تراقب على المراقب وتراقب على رئيس القاعة هذا شيء يعني غير، تقدم دعم لوجستي للامتحان. شكرا أستاذ رشاد. يعني أسئلة كثيرة في موضوع الناس بيقولوا إنه في عنا عنف مطروح بالإعلام حتى لما بنشوف التعليقات على مقالة ما، مثلا إذا مهند كتب على الدكتور حسين تلاقي ناس بعلقوا أي وجلدته أكلته لعن تاريخه، أو العكس إذا الدكتور حسين كتب والله قضيت عليه. في عنف، في تطرف في المجتمع، هذا ينعكس أو يتبدى في مجموعة من السلوكيات، في الموقف من الثانوية، في الموقف من الانتخابات، في الموقف من البلدية، في الموقف من العنف في الجامعات. يعني إلى أي مدى إحنا بتعتقد أنه مسألة الثقافة عندنا تواجه اليوم أزمة اسمها العنف المجتمعي الذي ينعكس بكل تجلياته ليثبت وجود الناس احيانا في مقاومه ما ياتي من القانون او تحت القانون؟ نعم، حقيقه العنف مش صفه متجذره في المجتمع الاردني. المجتمع الاردني عنده صفات، صحيح شديد، صحيح خشن، صحيح بيتهموا انه تكشيره، ولكن العنف الضار مش موجود في المجتمع الاردني. طبعا في هناك عدة عوامل، يعني ضعف قانون، يعني ضعف تطبيق القانون. لا، مش قصدي تطبيق قانون، قد يكون جزء من هاي، لكن القانون لوحده ما بيعمل. يعني انت بتحكي عن القانون، الشيكات مثلا
صار في ينحبس اللي بجيب شيك، بس لسه الناس بتعمل وبتكتب. يعني لو حبس، لو بدك تعمل سجن في كل شارع ما بتزبط. العنف له أسبابه ولكن مش متجذر فينا إحنا. طبعا في هناك عدة عوامل. بالدرجة الأولى بتهيألي العامل الاقتصادي، حالة الفقر، حالة حاجة الناس للعمل، يعني عوامل اقتصادية. الثانوية كاختبار للتقدم لمرحلة تالية هي الجامعة، هل تشجع على أنه لازم أجتازها بأي طريقة لو كانت من الشيطان الرجيم بالتالي بدي مشان أصل الجامعة؟ لا بالعكس، أنا كنت بدي أحكي عن هذا. إحنا ما نرحل، لازم نحل مشكلة التوجيه، وقبل هيك أنا برد بكرر نحل مشكلة الابتدائي دخول الطالب. إذا أنت رحلت مشكلة التوجيه للجامعة معناته العنف الجامعي اللي قبل فترة كانت ساحة حرب أيضا بدها تزيد. انت ما ترحل مشاكل، حل مشكله بوحده واحده. وخطر كبير انه قضيه الغاء التوجيه، انا مش معها اطلاقا انك تلغي التوجيه، ولكن مثل ما تفضل الاستاذ في لازم نبحث عن حلول لقضيه اللي بيصير في القاعات. يعني مثلا ليش ما يعقد في كل مدينه قاعه مركزة كبيره، بمركز البلديه، مركز اي شيء، تعقد الامتحانات فيه، ولا يدخل على الامتحان إلا بتدقيق هويته للطالب، وأصلا تكون بعيدة عن مجالات التغشيش. هذا جزء وبسيط، يعني مش كثير صعب. اسمح لي أقول الدكتور حسين محادين، إلى أي مدى فعلا ممكن يكون في عندنا حلول من هذا النوع؟ يكون في تضافر جهود وطنية عامة منه بنحل مشكلة المركزية الثانوية بأنها تكون في قاعات مركزية في الجامعات في الكليات وفيها مختبرات حاسوب كبيرة ربما. هذا الأمر يستدعي أيضا حل مسألة القبول الجامعي لأنها مرتبطة بالثانوية العامة. ما هي الحلول برأيك في هذا الاتجاه؟ أنا بعتقد إذا لم يكن هناك إيمانا حقيقيا أن الجزاء بمقدار العمل، كل الحلول الأخرى مداهنة. نحن نحتاج إلى أن يكون الجهد المبذول من قبل الطلبة أي إن كانوا في أي مرحلة من مراحل التعليم مكافئ للنتيجة الحقيقية، وهذا جزء من بيئة تربوية. هنا تتدخل العلاقات مع التدريسيين، مع بيئة الجامعة أو المدرسة والواسطات. والهدف الرئيسي من الثانوية العامة هو العلامات التي تتحقق. حقيقة لدينا علامات في كل مراحل التعليم ليست حقيقية، لا تقيس أداء الطلبة، وإنما يدخل فيها المجاملة وهكذا. والسبب في ذلك ليس هذه الشريحة المتعلمة أو التي تطمح إلى زيادة التعليم، وإن البيئة الأردنية كلها قائمة على الوساطة، وهناك نماذج وصلت إلى مواقع متقدمة لا تستحق أن تصلها. وهذا النموذج عزز لدى المتلقي والمشاهد والإنسان الطبيعي أن كل الوسائل مشروعة في سبيل أن أصل ما دام ليس هناك من يصدني، وهو القانون هنا. إذن البدائل أعتقد أنها جوانب تربوية توعوية. حتى في السياسية دكتور. نعم، حتى في السياسية. حتى في السياسية. حتى لو قلنا في يوم من الأيام إنه في نواب قالوا ما بتطرح حكومة إلا تحطوا وزراء من منطقتنا، وإحنا أهل الكرك قلنا هذا الكلام. أنا بحكي عن منظومة ألفة التقسيمات المناطقية والجغرافية بغض النظر عن دقة التمثيل في المواقع المختلفة. هناك عدم ثقة بين المواطن والحكومات المتعاقبة بما فيها الحكومة الحالية، وهناك خطاب توقعي مرتفع من معالي وزير التربية والتعليم الذي أحترم، ولكن الواقع في الميدان أثبت عكس ذلك، وهذا أضاف عبئا جديدا على وزارة التربية والتعليم ومصداقيتها ومصداقية الحل الأمني. الحل الأمني الذي يعتقد بعض أنه هو الحل الوحيد، هذا قريب الأجل لكن على مدى بعيد ما هو الحل. سيبقى هذا المتغير حاضرا ما دامت ثقافة الوساطة، غياب المحاسبة، عدم وضوح الرؤية والمجاملات الاجتماعية. وأقول هذا الكلام لأننا شركاء جميعا وبدرجات مختلفة في الوصول واستمرار هذه الحالة. لست متفائلا في المستقبل إذا بقيت المعطيات كما هي الآن، لأنه بعد أسبوعين رح نرجع الثانوية ورح نرجع للجامعة نفس الطريقة، ورح نرجع اللي ما بأخذ حصته ممكن ينزل اعتصام. شكرا. في سبيل يضغط على الدولة. شكرا دكتور حسين. دكتور فواز، من حيث ما انتهى دكتور حسين، كل اللي ما بأخذ حصته في الحكومة بيحتجوا على رئيس وزراء، ما عندك وزير مننا، ما عندنا رئيس جامعة من منطقتنا، حتى مرات بفطوا في رؤساء الجامعات انتم مش مننا، مرات من العيلة داخل العشيرة، العيلة داخل العشيرة بتتنافس. هل هي أزمة مجتمع التوجيهي والثانوية وتطبيق القانون فيه كتربوي؟ ما هي الحلول؟
يا سيدي أنا يعني أرجع كما بدأت البداية، إحنا عندنا في الأردن خلينا نعترف إحنا عندنا أزمة قيم، يعني منظومة القيم اللي هي بتنظم العمل بدأت تهتز وبدأت تتراجع، بدناش نقول بدأت تنهار يعني إن شاء الله ما تنهار. شيء ثاني، في عندنا قضية أخرى مهمة، تلاشي الطبقة الوسطى في المجتمع الأردني. يعني الآن أصبحنا نتحدث عن طبقتين، تلاشي الطبقة الوسطى في كل مجتمعات هي الطبقة الضابطة لإيقاع المجتمع، أمانة الميزان، صحيح، هي الطبقة التي تتحكم وتوجه وتخطط وتنظم. إذن إعادة الاعتبار إلها؟ لابد من أنه تعيد الاعتبار للطبقة المتوسطة. الآن الأب هو ليش بالآخر، يعني هو ليش التنافس على الغش وليش هذا الجهود والأموال وإلى آخره، ليه هو مش يدخل ابنه بالجامعة اللي بده إياه في التخصص اللي بده إياه؟ صحيح. طيب ها هي، ها هي سبب المشكلة. إذا حليت هاي الإشكالية أنت بالتأكيد هذا السلوك الذي يقود إلى قيمة من قبل مقترفه أليست قيمة؟ صحيح. الشخص الذي يمارس السلوك المنحرف في سبيل الحصول على علامة أليست قيمة بالنسبة قيمة له؟ طيب. أرجو ألا نفهم أن القيم هي المثالية وأن البشر ملائكة. طيب. لا. طيب دكتور حسين، مصالحهم هي التي تحدد قيمة المجتمع. هذه قيم سلبية وظواهر سلبية دكتور. في أزمة قيم في المجتمع، ما بعرف إذا كان الأمر. أستاذ رشاد باختصار ما هو الحل؟ باختصار بدي حل اقترح دقيقة. اقتراح بسيط، أن تشكل ليس مؤتمر وطني، أن تشكل لجنة من لا يزيد عن 20 عضو، تضع ما جرى في توجيهه في المرحلة الحالية أمامها وتبحثه من جميع النواحي اجتماعية وعلمية وإلى آخره، لا تزيد عن 20. إذا صار مؤتمر وطني عام ولجان انت ما رح نوصل لنتيجة، سننتهي لنتيجة بالله بالضبط نتيجة. ويتم اختيارهم وفق التخصصات ووفق إحساسهم بالمسؤولية الوطنية، لأنه حقيقة مؤلم جدا نظل نحكي عسكرة التوجيه ونظل نحكي هالتعبيرات هذه، هذه مسيئة جدا للناس قبل الوطن بشكل عام. شكرا لك دكتور حسين محادين، أستاذ علم اجتماع جامعة مؤتة، شكرا لتفضلك معنا. شكرا. اليوم أستاذ رشاد وداود مدير تحرير جريدة الدستور، شكرا لوجودك معنا. شكرا. دكتور جرادات أهلا وسهلا بك مرة أخرى. شكرا. ونحييك ونحيي وجودك معنا. أدعوكم أعزائي المشاهدين لمتابعة نبض البلد غدا مع زميل محمد الخالدي، في أمان الله.